موجز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المدينة المنورة للصلاة في المسجد النبوي الشريف قبل الانتقال إلى مكة المكرمة لبدء مناسك الحج. صرح بذلك المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. وكان الرئيس السيسي توجه أمس إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لاستعراض المقترح المقدم من شركة ماجنوم العقارية لإنشاء برج فوربس العالمي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع استعرض المقترح المقدم من شركة ماجنوم العقارية لتنفيذ مشروع فوربس انترناشنال تاور بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع شركة فوربس العالمية، حيث من المقرر أن يصل حجم استثمارات المشروع المباشرة إلى نحو مليار دولار. ويأتي هذا المشروع كأحد أفضل التصميمات العالمية التي من شأنها أن تضيف بصمة معمارية مميزة تحقق الرؤية المستقبلية للدولة المصرية من خلال العاصمة الإدارية الجديدة بإنشاء مبنى بارتفاع 250 متر يحافظ على البيئة ويقلل من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يتماشى مع توصيات مؤتمر المناخ COP27 والتي بموجبها تلتزم مصر بتنفيذ مجموعة من استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية وحرصا من وزارة الداخلية على دعم أهالي المناطق الحضرية الجديدة وتزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، قامت الوزارة بتوزيع بواد غذائية على قاطني تلك المناطق على مستوى الجمهورية بهدف تخفيف الأعباء عنهم. أنا بشكر سيادة الرئيس إن على المبادرة الجميلة اللي هو ما بينسناش فيها، وفي عيد، في مدارس، في أيام عادية رمضان، الحمد لله كل حاجة بتجينا متوفرة واحنا عاجين. بنشكر الرئيس طبعا على المبادرات الكتيرة اللي بيقدمها في حي الإسمارات للناس الغالبة، وبنشكره جدا واحنا فرحانين طبعا بالحاجات ديت لانها بتساعد ناس كتيرة قوي غالبة هنا هوت. بنشكر الرئيس جدا على المبادرة كلنا واحد واهتمامه بينا، بنشكره على اهتمامه بينا واهتمامه لأولادنا. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. يا جنودك اللي بينا اشتدت عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. المبادرة تأتي استمرارا لإسهامات الوزارة الفاعلة في تقديم كافة أوجه الرعاية لأهالي هذه المناطق على مدار العام اجتماعيا واقتصاديا، وفي إطار توجه الدولة نحو توفير حياة كريمة لقاطنيها بعد تهيئة السكن المناسب لهم. بحب أشكر سيادة الرئيس على اهتمامه بينا ودايما بيدعمنا، والنهارده نزلنا كراتين في مدينة المحروسة. بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل مناسبة معانا، في رمضان كان معانا وفي عيد الضحية معانا، على كل سلع غذائية بيجيبها لنا، واحنا شاكرين لك يا رئيس، دايما فاكرنا مش ناسينا. بنشكر سيادة الرئيس جدا على كل مبادراته لينا وعلى وجوده معانا في كل المناسبات. واحنا عايشين هنا في المحروسة في حياة كريمة، احنا عايشين هنا مرتاحين، ونشكر الرئيس. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر طول عمرها اصل الحكايه. حرم شمس سياده الرئيس، دايما فاكرنا يا رب، كل سنه وانتم بالف خير. ربنا يخلي سياده الرئيس لينا ويطول في عمره وينصره على من يعاديه. الف شكر لك يا سياده الرئيس، وربنا يخليك لينا ودايما فاكرنا. الف شكر لك يا رئيس، دايما فاكرنا كده مش ناسينا. تحيا مصر. كل سنه وانت طيب يا سياده الرئيس ومش ناسينا، ربنا يخليك ويبارك فيك يا رب. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر طول عمرها اصل الحكاية. توزيع المساعدات جاء وسط إشادة كبيرة من قاطني المناطق الحضرية الجديدة بما تبذله وزارة الداخلية من جهود إنسانية واجتماعية لدعمهم، حيث بدأ الارتياح على الوجوه لتكرار المساعدات واستمرار الدعم لهم. كل المناسبات فاكرنا فيها، أيوة، في رمضان بعت لنا برضو كراتين رمضان وكل حاجة والحمد لله. يعني ألف شكر، ربنا يخلي لنا الرئيس يا رب. شكرا، ربنا يخلينا ويخليكم. أي حاجة؟ لا يا رب يخليك، ربنا يخليكم لينا يا رب. احنا من ساعة ما جينا هنا يعني الحمد لله الدنيا أحسن من الأول بكتير. يا جنودك
اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. سيدي الرئيس ربنا يكفي شر المرض ويسترها معايا، كل سنة بيفتكرنا وربنا ما يحرمنا منه إن شاء الله. والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. شاكرين للرئيس كتير وبنشكره، وكل سنة وهو طيب وربنا يخلي لينا ودايما فاكرنا بالخير يا رب. شكرا ليك يا رئيس ومتشكرين، وربنا يبارك لنا في عمرك وكل سنة وأنت طيب. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. مبادرات اجتماعية ذات دلالة إنسانية من وزارة الداخلية نحو سكان المناطق الحضرية الجديدة تبني جسورا من الثقة وتؤكد أن الأمن هو رسالة إنسانية.